نستهل الفقرة بتحذير من رابط إلكتروني جرى ترويجه عبر جروبات الواتساب في لبنان قبل أيام، ويظهر الرابط استبيانا عبر جوجل يطلب معلومات تفصيلية عن الطلاب من بينها الأسماء وأرقام الهواتف. وقد زعم المروجون أن الاستبيان منسق مع وزارة التربية، وعلى أثر ذلك أصدرت وزارة التربية تنبيها من مغبة ملء الاستمارة، مؤكدة أن لا علاقة للوزارة بالأمر. هذه الواقعة قد تفتح الباب مجددا على مخاطر سيبرانية ورقمية ربما يقف خلفها العدو الإسرائيلي. بالنسبة لهذا الرابط، هذا نشر على مجموعات واتساب تربوية وفيسبوك بطريقة كثيفة جدا، وهو عبارة عن استبيان يجمع المعلومات حول الطالب. واللافت للنظر انه يطلب رقم تليفون، يعني رقم هاتف ورقم هاتف اقاربه، يعني بياخذ او بيطلب معلومات حول اقاربه. فهذا كان الموضوع ملفت، خاصة وانه هذه مش اول مرة يعني بيصير هذا الامر. يلي بدي اقوله باختصار شديد انه اليوم لبنان بحرب امنيه مفتوحه، اليوم في عندنا اذا بدك خروقات على كافه المستويات، يجب الحذر. بطبيعه الحال نحن ما بنبرئ العدو الاسرائيلي لانه هو يستهدف جمع المعلومات، خاصه لما انه هو يسعى الى اذا بدك الامنيا، يعني انه يستفيد من عناصر بشريه على الارض خاصه خلال هذه الفتره. على أثر التوترات العسكرية في البحر الأحمر، أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية أنها ستعلق الإنتاج في مصنعها الوحيد في أوروبا الواقع في ألمانيا بين 29 كانون الثاني حتى 11 شباط المقبل. وقالت الشركة أن السبب يعود إلى نقص المواد والمكونات بسبب اضطراب النقل بالبحر الأحمر جراء الهجمات على السفن، وبذلك تصبح تسلا أول شركة توقف إنتاجها بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. لم تتحقق آمال الأمريكيين بالعودة إلى القمر مجددا، فبعد إطلاق صاروخ يحمل مركبة روبوت مخصصة للهبوط على سطح القمر، أعلنت الشركة الأمريكية المالكة للمركبة أن لا أمل لمركبتها في الهبوط بسلاسة على سطح القمر. وكان من المفترض أن تكون هذه مهمة الهبوط الأولى من نوعها منذ 50 عاما. وما زاد من تأخير الطموحات الأمريكية بالعودة إلى القمر مجددا إعلان وكالة ناسا لاحقا تأخير مشروع آخر للوصول إلى القمر أيضا لنحو سنة.